originally inspired during a vigil of prayer at the Holy Sepulchre in Jerusalem, the extraordinary prayer for reconciliation, unity and peace, beginning from Jerusalem, is a call by the Jerusalem churches to all Christians and to all persons of goodwill and to the heavenly church with the angels and the saints to join spiritually each day in a great intercessory prayer for our time to God the Father under the powerful, irresistible and joyful inspiration of the Holy Spirit. The prayer is for reconciliation of mankind with God and implies firstly repentance for our sins. It is a prayer for unity, that mankind may live intimately united to its Creator and united in the mystical body of Christ, the Church. It is a prayer for peace, the peace coming from the Lord, peace within the hearts, without which no peace can be. It is a call for the individual conversion of each of us, a call for holiness. It is the conversion and the holiness of many souls that will change the face of the earth. It is also an invocation to divine mercy and for the second coming of the Holy Spirit, the Paraclete. The Lord bless you and keep you. The Lord make his holy face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. This prayer has been entrusted to the special protection of the Holy Virgin Mary, the Theotokos, the full of grace, and to Archangel Michael, the Archstrategus, head of the heavenly armies and protector of the people of God. Beneath thy compassion, we take refuge, O Theotokos. Do not despise our petitions in time of trouble, but rescue us from dangers, only pure one, only blessed one. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who wander through the world for the ruin of souls. Amen. هم يجن هم نم يتشالي نم إجن تيكم ترسن تبقاجي من عمرو تقبل يا نيسان تنوش تنبيون يوم I'm not the only one.
صلى الله على الضابطان كل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب انا خدت مرضى بكل مرض كان في هذا المكان او بكل مكان لكان الوضع لكان المسيح الى هنا كان معلن عليهم بالعهد والشفاء واغفر لنا خطايا يا رب تعاتهم بالمراحم والرأفة تشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم من روح الأمراض ترضاهو الذين أبطأوا في الأمراض مطروحين أقمهم وعزهم والمعذبون من الأرواح النجسة اعتقهم جميعا الذين في السجون أو المطابق والذين في النفي أو في السبي أو المقبوض عليهم حديث المرح يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لأنك أنت يا رب الذي تحل المضبوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزى صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة المقضى عليها أعطيها رب الرحمة أعطيها رب نعمة أعطيها رب برودة أعطيها غفران خطاياها وآثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا يعيش فيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك يا رب نسأل الله الآب ضابطان كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا وإخوتنا المسافرين لكي المسيح لنا يذهب طرقهم اجمعين ان كانوا في البحر او الانهار او البحيرات او الطرق المسلوكه او الجو او المسافرين بكل نوع لكي المسيح لنا يردهم الى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايانا الذين يتبعون السفر في كل مكان سهل طرقهم اجمعين ان كان في البحار او الانهار او البحيرة الطرق المسلوكة او في الجو او السالكين بكل موضع كل احد بكل موضع عدهم من ان هذه امناء الخلاص تفضل يا رب اصحابهم في الاقلاع اصحابهم المسيح ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين الشريف في العمل مع عبيدة في كل عمل صالح ونحن ايضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق الى الانقاذ من المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سعاد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس عن المهتمين بالسعاد والقربين والبكور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراءة وكل أوان المذبح لكي المسيح إلينا يكافئهم في أورشليم السمعية ويغفر لنا خطايانا يا رب بل إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسالة ملائكتك المقدسين وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق سبعنا من إبراهيم في السيل أرملة هكذا أيضا ندعو عبيك أصحاب كثير وأصحاب قليل الخفيات والظاهرات والذين يؤذون قدمات ليس لهم والذين قدموا إليك في هذه اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوض الفنيات سميات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم لهم من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك وسام ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أنت يا رب أيضا في ملكوتك في هذا الدهر لا تتركهم عنك يا ابن رب فلنسبح مع الملائكة إن الجلدات لا يستدام الناس ما شاء الله نسبح مع الملائكة
Amen.
خلاصا واغفر لنا خطايانا. امين. يا سيد يسوع المسيحنا هنا الذي قال لتلاميذه القديسين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ان انبياء وامراء كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعينكم لنا تبصر ولاذانكم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع وان نعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسي من قلب الانجيل المقدس. يا رب ارحم. ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا فصل شريف من بشارة معلمنا لوقا بشير بركاته على جميعنا من شويس وابن نوتي وابن سوتين وابن أورتين يسوس بحر يسوس يشيب ابن نوتي يتعب ديغونا فبنوتي بشايني تنين تبو أمين لبصاصي كريان مما زمير تغشينا بينا لغوت النبي والملك بركاته على جميع نامين حقي ورحمتي معه وباسمي ارتفع بره حينئذ بالوحي تكلمت مع بني وقلت اني وضعت عوني على القوي مبارك ناتي باسم الرب باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين فقال له واحدا يا رب قليل من الذين يخلصون فقال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون واذا بلغ ان يقوم رب البيت ويضرب الباب فابتدأوا بالوقوف خارجا وتقرا الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا فيجيب ويقول لكم لا اعرفكم من اين انتم حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا
وعلمت في شوارعنا فيقول لكم إلهكم من أين أنتم؟ اذهبوا عني يا جميع فعلي الظلمة، هناك يكون البكاء وسرير الأسنان. مات رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجان. ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. هو آخرون يكونوا أولين وأولون يكونون آخرين. والمجد لله من أمسكتم على ممسكا أنت لنا سيدنا من قبل عشق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس يخفوا خطايا على الأرض يبطوا ويحلوا كل وبطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك قواتي وضعفي نحن محنين برؤوسنا أما مجدك المقدس وجبت رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم مجزع القلب أو بالقول أو بالفعل أو بالغريزة أو بسبب القلب. فأنت يا سيد العالم ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم أنعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا وحل شعبك لنا من خوفك قومنا يا خصوصا طويلا قد أعلنا يليق بك المجد مع السجود الآن وكل أوان يده الدهيل كلها أمين. يا نايس وانكر يا نايس وانكر يا نايس وانكر يا رب أن نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. خلص اسمك يا من الكل فتح المشيات كما السماء سهل خلاص ذلك فانا عطينا اليوم وعطينا نزلوكنا كما فانا حمد ولا تدخلنا التجربة لا في الأجينة الشريف بما سعى ربنا لا أنه في الملك والقوة والمجد لله بالأمين. ولأن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة عطية روح القدس فلتكن مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. وما روحك أيضا. أختي Yeah.
معظمك يا أم النور الحقيقي. وأنا وجد وقديس ولسة خالفة سؤال ما تقول أنت بسنة المجد لك يا سيدنا الصحر والسكين شاية سبع الكنائس غران فران وبشر بس وسوف ناس كل دار مجيد. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. حقيقة أم بلاد واحد والله يا دار في كل خالص نار ورمال ورمال نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الرحيم مولود من الاب ولا كل الدهور نور النور بلا حق من لا حق مولود غير مخلوق سوى بالزوج الذي به كان كل شيء هذا الذي من الدنيا في البشر قد راس ونزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم على الله الثاني سبحان الله عز وجل فأنه قرى وقام بين أمواته اليوم السادس كما كتب مصادر سيدنا أمين أبي وأن يأتي في مجده لدينا الحياة والأموات نعم نعم بالروح القدس الرب المحمود اسم الآب نسكت له ونجدك مع الآب وليكن ناضي في الجهة كنيسة واحدة وقدسة جماعة شريف ونعترف بمعمودية وشرع القدس وننتظر قيامتنا موات وحياة الدار الآتي آمين. يا حمل الله يا حمل خطية العالم اسمعنا وارحمنا اغفر لنا يا رب خطايانا الكثيرة امين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. قدوس 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 لعبد الله السماء والأرض ما كان لمجد الكرام حمد الربوط معنى لا تفعلنا بمعرفة ولا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب القدوس الذي دعى علينا فرحمتك يا رب الخطايانا اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابن الذي في السماوات تقدس اسمك ديات من كل تكون مشيئتك من السماء كذلك على الارض بذنبك اغفر نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين ولا تدخلنا في الهلاك نجينا من الشرير نزع سوى ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى
الأبد أمين. انت ابن قتل يا سفيرتي مبشيري نمبيب نغمة ثواب وهريني نمو قوتي جنم غرس صواب كاثوليك نغسطوليكي انك نسي انت افنوتي امين اريف اذا شويس اني طفيني نقخوني نيدور اني طفيني ويقوهني مطفينو ابو الهطوطو مينوتي ومبيبكي بابو اني في اووي روي سابق صاص تبدون اجيون تيميون زورون توتون كسيان مون كبرس فرون تون كيريا لايسون الليلو يا فاي بيبي اهو طائم شايس سامييو ماري سليل انتن اوناف مانن خين اهم شايسك ان امن اهم شايسك ساتنن ماي تفز مروت انجفين خين فران امم شايس Logitos Kyrios Sosos Tiros Aminos Vastoros Vachos Lazmarum Tiskum of Nagyum Flatagra Yudin Tisnachi Ente Tsotship Shana Amin Amin Elilu Yeh Yoke Agyok Nehmati Kenin Kyai Kestos Eon Aston Eon Amin Elilu انثف ان مار انتي او ارفو بوس انتف اره ار انخن بايك او ثو افاي نم نو اتي او انت بن انخن هرين انفين انجي بي بان تو كراتور شوي سبن نو اتي برو سبك ساستي بيف شوي سبن نو اتي بي بان تو كراتور يوتن بن شوي سوا بن نوتي و بن سوتي ريسوس بي خريستوس نشكو يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أنت حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين أنت فايتين إن مبشا سرين تشيبول أنت كنون يا أنت نف مستريوني سواب كزمرو تي بي كوي بولنتني نوفي ريالا ايصال
عسل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام وليالي حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربه وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه المائدة الكهنوتية عن هذه الكنيسة عن هذا الدير عن موضعك المقدس هذا نيذس نانيف نم نيذ نوفيس عن يمونان جنسو بيضاك نم بشيشناني هو ميجن نيوب نم نيتشيلي نم إجنتي قم ترسن تبيغاجي بنا ما فتح عبيدك يا رب قدام هذا اليوم اخوات الشمامسه والاكليروس وكل الشعب ضعف ان اكون محللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افواه الاثني عشر رسولا من فم ناظر الله الانجيل من مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطير القديس ساويرس ومعلمنا ديسقوس والقديس اثناسوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنه قديس يوحنا ذبيح الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس روبريوس من فئه 318 من طعم بنقا 150 بالقسطنطينيه مثلا بافسس ومن فم أبونا طبابة المكرم رئيس الأساقفة بابا الأنبا تودوس الثاني من فم الشيخ خمة الرسولية أبونا مطرنا المكرم الأنبا أنطونيوس ومن فم حقارتي لأنهم من المجد الاسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ذهب الداهرين كلها آمين الأولى إلى آل كورنثوس بركاته على جميعنا أمين وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطيع أن أكلمكم كروحين بل كجسدين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذا فيكم حسد وخصام ألستم جسديون وتسلكون بحسب البشر لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس فلستم بشريين فمن هو أبولس ومن هو بولس بل خادمان أمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولس سقى ولكن الله كان ينمي إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي والغارس والساقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا وأبائنا وأخواتنا أمين الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الثانية بركاته علينا أمين سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا
كما أن كل شيء قد صال لنا بقوة لاهوتية للحياة وللتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين في الأعمال الصالحة، لأنكم إذا عرفتم ذلك لن تزل أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغني دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، وأما من يعمل مشيئة الله فهو يثبت إلى الأبد. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني سمعا، قد أخبر كيف أفتقد الله أولاد الأمم ليأخذ منهما شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأيضا ردمها وأقيمها ثانيا، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. ويقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل: كذلك أنا أقضي إن لا يثقل على الرجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يتمنعوا عن ذبائحهم الأصنام، يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم والميت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذا يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجلا منهم ليرسلهم إلى أنطاقيا مع بولس وبرناباس. يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاقيا وكليكيا والشام
أيها الإخوة الذين من الأمم افرحوا، لأننا قد سمعنا إن قوم منكم قد خرجوا فأقلقوكم أن يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها فقط، ورأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبنا برنباس وبولس، إن أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهم يهوذا وسيلاس وهما أيضا يخبرانكما بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضي، ونحن أيضا إن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر من غير هذه الأشياء الضرورية. احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم التاسع من شهر أمشير المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا عليكم نحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا إخوتي الجميع أمين. في هذا اليوم من سنة 458 ميلاديا تنيح الأب المغبوط الأنبا برسومة أبو الرهبان السريان، وكان أبواه من سامو صاد، وتنبأ عنه رجل قديس قبل ولادته قائلا لوالدي: سيخرج منكم ثمرا صالحا وينتشر ذكره في الأرض. وقد تم هذا القول إذ إنه عندما شب برسومة قليلا ترك أبويه وقصد نهر الفرات، حيث أقام زمنا عند رجل قديس يدعى إبراهيم، وبعد ذلك انفرد في الجبل فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون، وكان ماء ذلك الموضع مالحا، فصلى إلى الله فصار عذبا، وكان يصوم أسبوعا أسبوعا، وقد أجرى الله على يديه آيات كثيرة. وحدث في بعض الأيام غلاء في تلك البلاد، فعرف الرب بصلاته وكان معاصرا للقديس سمعان العمودي الذي لما علم به زاره وتبارك الاثنان من بعضهما، وقد اشتهر بمقاومته لشيعة نستوريوس، وشهد مجمع أفسس بدعوة من الملك تاوديسيوس الصغير الذي أكرمه كثيرا. بعد أن يسعى به البعض إليه بأنه يشيع ببزخ، وإذ استدعاه ورآه صالحا وتقشفه وكذب المتوقلين عليه، أعاده إلى ديره بالإكرام والإجلال. ولما جمع مراقبين الملك المجمع الخلدوني، طلب الآباء من الملك ألا يدعى برسومة إلى المجمع لعلمهم بالنعمة التي فيه. ولما قرر المجمع القول بالطبيعتين، قاوم القديس برسومة هذا التعليم الباطلة، فنالته شدائد كثيرة من شيعة الخلدونيين. وبعد ذلك لما أراد الرب أن ينقله من هذا العالم، أرسل إليه ملاكا يعرفه أنه لم يبقى له إلا 4 أيام، فأوصى تلاميذه أن يذهبوا إلى بعض البلاد المجاورة ويثبتوا أهلها على الإيمان الأرثوذكسي، ثم باركهم وتنيح بسلام. وقد ظهر وقت نياحته عمودا نورا قائما على باب قليته، أبصره المؤمنين من بعد فأتوا ووجدوه قد تنيح، فتبركوا منه ودفنوه بإكرام. وفي هذا اليوم أيضا استشهد القديس بولس السرياني الذي ولد بمدينة الإسكندرية من أبوين سريانيين الجنس، ثم سكن في مدينة الإشمونيين واقتني أموالا كثيرة عن طريق التجارة. وسمع القديس بولس بتعذيب الولاه للمسيحيين، فلما توفى أبواه وزع الأموال على المساكين وصلى إلى الله أن يهديه إلى الطريق الذي يرضيه. فأرسل له الملاك سوريال وقال له: قد رسم لي الرب أن أكون معك وأقويك فلا تخف. فقام وأتى إلى والي إنصنا واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بأن يعرى من ثيابه ويضرب بالسياط، ثم وضعوا مشاعل في جنبه فلم يخف. ثم حاول إغراءه بالمال فقال له: قد ترك لي أبواي كثيرا من الذهب والفضة فلم ألتفت إليها حبا في الرب يسوع المسيح،
فكيف أنظر إلى مالك الآن؟ فغضب الوالي وعذبه بكل أنواع العذاب، فجاء إليه الملاك سوريال وشفاه وعزاه وقواه. وبعد ذلك أمر الوالي أن يطلقوا عليه حيات سامة فلم تؤذيه. ولما مضى الوالي إلى الإسكندرية أخذه إلى هناك وأودعه في السجن، حيث التقى بصديقيه القديس الأنبا أيسي وتكلى أخته، فصفحهما وابتهجت أرواحهما، وأوحى إليه الرب أن يستشهد في هذه المدينة. ولما عزم الوالي على العودة أمر بقطع رأس القديس بولس على شطي البحر، فأتى وقوم من المؤمنين وأخذوا جسده ودفنوه وحفظوه عندهم. صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسي صلوا من الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم أرضا شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا تزكر فوقنا بمخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا لوقا البشير بركاته
نفس خريستوس بشي مبنوتي ضم خبي او نفشا إيني بيوفا بنوتي بشا إيني انتني نتي وأمين تقصاصي كريا بركاته على جميعنا استمع يا الله طلبتي أصغي لصلاتي على الصخرة رفعتني وأرشدتني صرت رجائي وبرجا حصينا ربنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم سائرين معه فالتفت وقال لهم من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون ليأتي الميزان ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يسير لي الميزان إنه من منكم يريد أن يبني برجان أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين إن هذا الرجل ابتدى يبني ولم يقدر أن يكمله أو أي ملك ملك يمضي لمحاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف وإلا فما دام بعيدا يرسل شفاعة طالبا سلمان فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يسير ليأتي الميزان الملح جيد فإن فسد الملح فبماذا يملح فلا لأرض لا يصلح ولا لمذبلة بل يلقي خارجان من له زنان للسمع فليسمع أنت
ez ve vinere ye gon otin shol se nepteren te se oto mare yat ma ben ben so dir te ken in no binani vu ye fes marot in jeviot ne ve shire ne ve ne ma es o we te tere ye se dike vol te no ashte ma te ti onas سوفيسيو برسومين كريريسون كريريسون خلو مسمي عمين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العظيم تأنس وصلب عنا على بلاط البنطي تألم وقبر وقام به الأموات في اليوم الثالث كما الكتب وصعد إلى السموات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاه نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بسخ من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده نفرط الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الضالات امين تن گوشته بول خواه تن تی آناستاسی تن ایرف ماند نم بیاد تی بیانس نیا آمین اختی سمحونی و صلو عنها الله حلیلکو Ye prosev kista sete Ye vasi Ketot nev mati so قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطاته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة إيحا هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجاسد أما الخروف فروحي وأما السكين فنطقية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك صلوا للسلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول
نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، ارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا. نانسيس لشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحتك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك. ومستوجب، مستحق ومستوجب، لأنه حقا بالحقيقة مستحق ومستوجب. فيات شوب ابني بفشويس ابنوت انتتي مثمي فيات شوب خاقه اني اني واهت وينور شاهين فيت شوم خني اتت شوم سي وهت قشت جنيت ثبيوت فيت افتميو اندفن مبقى هين ما في يوم نمني اتين خيطو تي ايو في يوتن بن شويس اوه بن نوتي اوه بن سوتيري سوز بخريستوس فاا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 ا
Ιταί, Ιτακ φαμιό εμεπτεύε βολέτος, νιέτον αβ ερωοχ νεμνή, Ιτέ εν σενάβ ερωοχ الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى شرق انظر أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو ستة الأجنحة فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يسترون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة الواحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ما أجدان أيها
بك وابخن ومثمي شايس بالنو تي في طفر بلا زنمون او هفا ميون او هفا كان خم بي باراديسوس انت ابو نوف خن بجين اثن ابرافن انذن كندولي ات انت ابتي انت بهوف انه اظل خم بي انخن اينه او اف ار اكس روزن امون اظل خن بي با رادي سوس انت ابو نوف ام بك كان انثو انشا ايفول الله اكجن بنشيني خن او من ايفول هتنك بروفيتيس اف اواب او خنت خا انتني ايهو اك او انهن عن ايفول انون خنيت همسي خن بكاكي نمت خذي امير مويتن بك منو غريسن شير بن شويس اوه بن نوتي اوه بن سوتي رسول بخير استوس فايت ايفول خم بي ابن افما اف اواب نمبول خنتي بارثينوس اف اواب ماريا صافن يا الميت انت بي اوغاي الخارز استنا ام بي مي سبيفول ام شويتن ومور مور ابن ما اف ايتن نافن اولاوس اف ثويت اف اثرن شو بي اف اواب ايدن بك ابن ما اف اواب فاي اتظ من ريني اتنوف اتخم بكوزموس افتي فم من اموف ان صوتي خاروني ابو اتوين اورو اهري ايقون فاي انف اموني امون ابو الهتوت فنطو اوي ايفول هتن نوفي افشنا بسيت امنتي ايفول هتن بستا افروس افتون فيفو او 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 خني افموت خن بي اهو اما افشنا فيم شويني في اوي افهم سيساتك اوي نامي فيون هي افوش ان اوي هو او انت شفيو فاي اتف نف اون هفول انخيت اتي هاب اتي ايكومي اني
ان اوذيك اوسيني اوهب نهتي ام بي اوواي بي اوواي قطني بي بي اووي مشتي مستي بيون انتتي مدف سبيس افتش غامي تبفمو قايبون خم بكوزموس اني صاص بستي آمين ابي تشين اوي كجن نفجيك سواب انا تشني وانا تصليب وهم مكاريون وانا افتان خو انا تجيب وانا بخنور اسمي آمين اب قشت بشويد في هارب قيت بغنيوت بنوتي اوه افني بنتي وانا بني طفش بموت آمين اف اسمو وروف آمين أبراكي يزنم آمين بستبقى منك أمرغو كذكا زوم آباش أفتي في النهاية نوفنا جيوس ما فيتي سوين عبوس طولوس اث اوهب اف غو اموس جيت شي او او مي فولن كتفتيو واي غابي باسو مايتو نبش اجن سنون مهن كميشن ستيف اف كو اي فولن تنين نوفي فاي ايت فايبا اف مفئي واي بيخن اومس مي ايتي اون بك ابوت من انصا بذبنون افوت في ابولخن او اربنم او ما او اطاف شبه موت آمين اف اسمو اروف آمين اف ارقاق يزينموف في اون يتن اوف ناغيوس ما فيتيس او ان ابوستولوس اث او ويف اف غويموس جيتشي سو ايفن غتيتي واي غار بي بايسنوف انت تي دي اثي كم فيريتون اوفن فيفول اجن ثنون مان كميشن ساتيف اف غويمول انت نوفي هذا صنعوه لزيت هذا هو أيضا بالحقيقة آمين لأن في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربوا من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء آمين 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 بموتك رب نبشر وبقيامتك
بذاتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتهدف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من التي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نسألك يا سيدي اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد عليك واسخو من آمين كمان انت فايف انسو ما يفقوا بنتك ديناتي آمين باي أبو الدئون نسنو في الطيوت انتيتي ذي فيك امفيري انطق جبال انتناتي آمين ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول من هو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء وصبرا كاملا ورجاء ثابتا يا رب ارحم وإيمانا وسهرا وعافية وفرحا حان كيريا ليسو وتجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس يا رب ارحم وشركة في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا حل المربوطين خلص يا رب الذين في الشدائد يا رب ارحم الجياعش بعهم صغيري القلوب يا رب عزيهم كيريا نايسون
الساقطين يا رب أقمهم والقيام يا رب ثبتهم يا رب ارحم الضالين ردهم ادخلهم جميعا إلى طريق خلاصك كيريا ليسون عدهم مع شعبك عدهم يا رب مع شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا وحارسا وساترا علينا في كل شيء يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اريتين اني مبشاتر بني متشيفل خن يثوى بنطان اي اطوفو اندن نبسين شي نمنن صوما نمنن ابني اذما هي ناينتن شو بين اصو ما ينقود نمو ابن ما ينقود انتن جي من اميروس نمو اكليروس نم نيث او ابتيرو اطفرنك يزجانبيني اريف اذب شوي سنتي هريني انت دك اوه ما بتصف اوه ان كاثوليكي ان ابوستوليكي ان اكليسيا روشتاك ساستباتي سيريني استساجاس مونيس كاسروكيس كابوستروكيس ورسوزوك سوت ساوتيس اكليسيا التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بالسلام وجميع الافاق في الاذكى الذين فيها ونذكر يا رب ابونا الطوفا والمكرم رئيس الاساقفه وتركنا الباب المعظم انبت والدروس الثاني وشريكه في الخدمه المسؤوليه ابونا المطران المكرم الانبا انطونيوس صلوا من اجل رئيس كانتنا الباب المعظم الانبت والدروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين المطران المكرم الأنبا أنطونيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقشوس الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقشوس والشمامسة والأبدودياكونين والسبعة أمات كنيسة الله يا رب وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله ضابطا شوي سنت سوتيريا ام باي مونستيريون ثواب ان تقضاين ام طبس نفن مونستيريون نفن انتين ان يوتي ان غرطة دوكسون صلوا من اجل خلاص العالم ومدينة الان اورشليم وهذه المدن والاقاليم والجزائر
والأديرة. ساكنين فيها بمن شعبك 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 وبيعتك يصرخون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الأبقى إلين. ارحمنا 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 يا الله لا بيضب الكل ارحمنا القلب يعطي طمأنينة لكل العالم مزاجا حسنا للهواء وارفع يا رب عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء وشر الحريق والزلازل والخطية والظلم وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان اجعل باب بعتك مفتوحا في وجوهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. تفضل يا رب أرويت السماء وثمرات الأرض الزروع العشب ونبات الحق مياه الأنهار في هذه السنة باركا. اطلبوا عن أرويت السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي المسيح لنا يكمل سالما بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أنيتو إبشويكا تنوشيكا طبيتي فكره موت ما يبون في مباي بكاهي ما روثيخي أنجن بطلم ما رؤاشاي إن جنف طا سيف تطفي ويقا وقنم أو أسخوا أري أكونو مين بفجن أنخ كاتا بيتر نوفي سموا بكلو من تيتي رمبي إذن تك مدى خريستوس إذفيني هيكي أنت بك لاوز إذفيتي شيرا نمبي أورفانوس نمبي شيمو نمبي رمنغوي لي نم أذفتن ترين خاندر البسيروك أو طبهم بكرانيف أو جينن فال إن أون نبين سير هالبسيروك جين ثوك اتي انطو اخرين او اخين او سيو انانف أري أوين من قد أدكمت أغاثوس بيات إخرين صريت سنفين مون ريت نراشين مو أونوف هينا أن نهون فروشين دوتين خنوب نفين سيو نفين انتين هو خنوب نفين أغاثوس سيريانا ובב שויסין דבינין הכיכונן נאידון ומדבינו הגאון ומדבינו אבול היטוטו מוינו תירום בבקה באבול חן ניפי
توتون كسياني مون كبروس فرون طو او 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 وصلنا بنت بك منوغاني سنشيري ترين رش في ربيع في بنت نيطو وبنتا كاريكا تاك سنف شوي سنتك ارف مافي النيطو وابتير ويطابرانك يسجنبه نحن نيوتي فو ابني باتي عشي سني ابو بيتي سني ابو ستولو سني ابو عشي نفانجيري سني ماتي ابو سني ملوك تي سني ابن ماني بني سمي ضفقو كيفون خين فنا دي ان هو دي دي اف او بثنين او او ينبر ثين او سن سيوني بين تي تي او تو كو سيف او ابتي او بيابشي دي اكونوس او ما بروتو ما بيتي يوس نم بيتي او يموس ان ايفانجيليستي اس ماركوس بي ابوس تولوس اثو او او ام ما بيتي يوس نم بي ماتيو تشيس او ام سيفيروس نم بنساخ نيوس كوس نم بي اغيوس افاناسيوس بي ابوس توريكوس نم بي او Αγίος Πέτρος Ιεύω Μαρτύρος Μη αρυσί έρευς Νεν πει Άγιος Ιωάννης Μη έχαρης ο στόμος Νεν πει Άγιο Θεότος Υιός Νεν πει Άγιο Θεοφύρος Νεν πει Άγιος Δημήτριος Νεν πει Άγιος Κυρέλλος Νεν πει Άγιος Βασίλειος Νεν πει Άγιος Γρηγόριος Μη Θεολόγος Νεν πει Άγιος Γρηγόριος Μη Θαυματολόγος Νεν πει Αγίος Γρηγόριος Μπι Αρμινέιος Νεμπίσον τεσέ με τεσμήνε ταυσό ότι είχε νίκη α Νεμπίσε τε βεν τη Κωνσταντινιο Πολίς Νεμπές ναυσέ εν τε Έφεσος Νεμπέν ιωτεν δικαίος Μπενέστη Αβαντώνιος Νεμπέθμι Αβα Παύλε نم بشون تث او بابا مكاري نم نشبتي ونستفوس نم بنيو تابا يوانيز بن غومينوس نم بنيو تابا بشوي بثمي برومن تريوز بي من ريتن تبن سوتيرن Αγάθος Νεμ πενιότ αβα παύλε μπερεμ ταμμού Νεμ ιεζικί ηλπεφ μαθητής Νεμ να σοι σενιότε θαού εβεν ρωμαίος Μαξιμός Νεμ δούμετιος Νεμ πεμεψίτε μαρτύρος νιχελόιεν τεσίχιτ Νεμ πεγόρε θαού εβαβα μου Ουσίχ ουαν πεγιαχανες كما القس أبانا أم دانيال القموس أبانا أم بإيس ديروس القس أبانا أم بابخوم أب الشركة وأم بتدروس تلميذو أبانا أم باشينو دريس المتوحدين والأم بويصا تلميذو أبانا أم بنوفير وأبانا أم بكرس الساح أبانا أم بيوحنا الساح أبانا أم بتوماس الساح أبان أنبا صمويل المعترف أنبا يسوس أنبا بلو تلمي
ذي أبونا القديس العظيم البابا الأنبا كيرلس السادس، أبونا القديس العظيم الأنبا باسيليوس الثاني المفضل مطران مدينة إلهنا أورشليم، أبانا القديس الأنبا أبرام الأول أسقف في مجيزة، أبونا القمص ميخائيل المحرقي تلميذه، وأبونا القديس القمص بشوي كامل حامل الصليب، أبونا الراهب يوسوس الأنطوني الراهب الصامت ومعلمنا حبيب جرجس رئيس الشمامسة ولابس الجهاد سيد الملك جورجيوس أمير الشهداء والشهيدان العظيمان كرياكوس ويوليطاومو والقديس العظيم البار الملكة هيلانا مكتشفة الصليب مؤسسة كنيسة القيامة وكل لما صاف قديسك إننا يا سيدنا لسنا أهلا الآن أن نتشفع في طوبوية أولئك القديسين بل هم القيام حول منبر ابنك الوحيد يتشفعون عنا في مسكنتنا وذلنا وضعفنا كن غافرا لخطايانا تاركا لزلاتنا من أجل صلواتهم ومن أجل طلباتهم ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا انتدخم بما
ايتيم مفان ديهن خنيتو ينري من قيلي ام بيما اريهون خمبك نهتي اريه مطنان انتك هيريني شائع بول أصبرين كاستين أبو جني أسيس جني أن كبان إلى ملكوتك لكي بابك ما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكل ولربك أيضا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل في يوتن بن شيسا وبن نوتيا وبن سوتيريسوس بن خريستوس لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية الغير الميتة الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا أمين أمين صلوا السلام للكل ولراحك أيضا والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة صانع النعمة المحسن لنفوسنا كريا ليسون
حكمته معلم الطهارة مؤسس الدهور قابل الصلوات الناقي يا متوكلين عليه من كل قلوبهم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن ترى الذي أصعدنا من العمق إلى النور الذي أعطنا الحياة من الموت الذي أنعم علينا بالعتق من العبودية جعل ظلمة الضلال التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنك الوحيد بالجسد أنت الآن أيضا يا سيدنا أنر عيونا قلوبنا طهرنا كاملين في النفس والجسد والروح لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نوائنا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لا الملك Oh.
عافينا أيضا في أخلاقك في حيث كثر والإثم فلتكثفنا كما كرب كل الذي نعصنا ونسكو مزادك بسيط نوض شعرك شفيه وحسن أقول بسيط اذكر ومن قطعنا العاجزين الذين تسكن اجمع ربشة المتفارقين لا يعفو سعودك الرقيم كرب المنقطعين واحكم يا رب المظلومين اجمع يا رب شتة المتفارقين اذكر يا رب كل من مر الموت افرحه حل يا رب السلامة في كل بيت المساحين وحل كل مشاكل الزوجية نجينا كلنا يا رب الزلازل من الوباء ومن الفناء من الجلال عطف يا رب قلوب المتولين علينا بالصفا في كل حين يا رب كنيستك وشعبك يا رب ولادك وبناتك يا رب عولك وسط السفينة الحية اذكر يا رب ولادك وبناتك الممتحنين تضايقين متألمين وكل ما هم في ضيق يا رب تقول بسلام كريستك الواحد حيث نصر جمع رسولية اذكر لك أن المكر استغفر باب الأمر تغدوس الثاني شاركهم استعبون المطرن المكرم من أبا أنطونيوس قل يا رب اجتماعاتنا باركها خلاص تحكر ومع العقائد الناصر بخوف الله امين كل يا ليسان كل يا ليسان كل يا ليسان القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين بسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين صنوفن تمنو البنوتي في بخن ومثمي امين امين تناتي امين 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 تناتي 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 وقت امولوجين شابن ايفن خايج في هيت سارك سنر تنخو اطابك من موجنيسن شابن شويس اوبن اوتي اوبن سوتي يسود بخيستوز اتشن سيفول خنتنا تشويس النبترنتي ثيوتو كوثي ثوابتي اقيا ماريا جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بونتيوس بيلاطس اسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وعدي عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياه ابديه لكل من يتناول منه اؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 تناتي 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 جي سيتي خن اسمي أمين أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم وقصاصي كريا زقصا آسي Hey.
القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح قدوس وروح القدس امين. مبارك الاتي باسم الرب، مبارك الاتي باسم الرب، مبارك الاتي باسم الرب. Oh.
عزيز الزبيعة الصالح له السماء اشكرنا قدام الرب يغفر لنا خطايانا ويرحمنا ويسامحنا فنسبع مع ملائكة قائل لي المجد لله في الأعالي أيها المسيح الآن يا ملك السلام أعطينا السلام وقابلنا السلام وقفلنا خطايانا أنا لك الملك والقوة والمجد والعزة لأبد أمينك على المستحقين
أن نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك يأتي ملكك وتكن كل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن مكينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وعطية ومحبة الروح القدس فتكن مع جميعكم أمضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم. شمس